اهلا بكم في حلقه جديده من برنامج كلام جريء. ويل لرجل سبق عقله زمانه، هكذا قال سقراط قبل ما يشرب السم، وده حصل له لانه كانت دايما رؤيته متقدمه ابعد من الوقت اللي الناس عايشين فيه. في الغالب كل المفكرين والمثقفين والناس اللي تقال قوي اللي اثروا العالم كله، سقراط وجاليليو والناس التقيلة قوي دي، كلهم ماتوا موتات غريبة جدا واتأذوا جدا من الناس المحيطين بيهم، لأن وجود اللي بيفهم أو المفكر وسط الجهلاء بيبقى مثير للجدل، بيبقى مثير للجدل جدا، بيبقى دايما كل الموجودين أو اللي مش قادرين يفهموه حاسين إنه حاجة شاذة وإنه حاجة غريبة، ويقولوا كده لو لقيت نفسك ماشي مع الأغلبية فكر كويس قوي، لان دايما مش الاغلبيه هي الصح. في الغالب قوه الدفع، الناس الكتير، الزحمه، البوش اب اللي هو كله بيبقى ورا بعضه، ده مش بيبقى ده السليم. مش لانك طلعت في الاكثريه يبقى الاكثريه صح، مش لانك كل الناس بتقول ده صح يبقى ده صح. في الغالب القليلين اللي هم بيعتبروا قدام العالم وكانهم شاذين عن القاعده بيبقوا سابقين جيلهم. وعشان كده سقراط قال ويل لرجل سبق عقله زمانه، وساعتها شرب السم ومات. قبل كده جاليليو قال يا ريتو جه اليوم اللي كنت مزقت فيه كل ما كتبت قبل ما يحكم عليا بسببه، وكان ساعتها هو كان مخترع للتلسكوب، للتلسكوب ايوه، وشاف ان الشمس ثابته، الشمس ثابته والارض هي المتحركه. فطبعا ساعتها كان في العصور الوسطى لجان التفتيش، كان ده ضد كل مذاهبهم وضد المذهب الكاثوليكي في المكان دوت، فحكموه لان هو قال حاجه ضد اللي هم مشرعينها وضد اللي هم مؤمنين بيها. لكن طلعت الحقيقه ان الشمس ثابته زي ما ربنا ثابت واحنا بنتحرك من حواليه. الحقيقه ان الارض هي اللي بتتحرك، فالانسان هو اللي بيتحرك. دايما تلاقي الانسان يقول لك هو ربنا راح فين؟ هو ليه ربنا شويه معايا وشويه مش معايا؟ لا، ربنا هو ثابت، انت اللي بتتحرك، انت اللي شويه معايا وشويه مش معايا، انت اللي شويه شايفه وشويه مش شايفه. فكده بالظبط حال الناس اللي النهارده ضد التيار. فما تفكروش ان في مصر الحرب قايمه بس على البؤر الارهابيه، ولا بس على داعش، ولا بس على جبهه النصره، ولا بس على بيت المقدس، ولا بس على الجماعات اللي بتعلن نفسها انها ضد الدوله او انها عايزه تقيم دوله. لكن بنشوف ان كتير، قلنا ان يعني كان مدير الصاعقه تقريبا قال كده لوزير الاوقاف، حان الوقت لتستفيق من غيبوبتك. وكنت قريتها لكم الاسبوع اللي فات، وبرده الصوره ممكن تتحط تاني لو عايزين تشوفوها صوت وصوره. قال له حان الوقت لتستفيق من غيبوبتك. النهارده إذا كانوا هم دول الأكثرية، هم دول اللي ماشيين والناس ماشيين وراهم، فلو قلنا إن السيسي والناس اللي هي زيه اللي بدأت ترفع البلد في عز وكستها وفي عز الخيبة القوية اللي كانت فيها للسما في وسط الكل، اللي كل اللي بيفهم شايف قد إيه الدنيا بتتغير، بنلاقي إن لسه شيوخ الأزهر، وبيسموا كده علماء الأزهر، علماء الأزهر طالعين وكاتبين نو سيسي يس مورسي. طب من امتى بتكتبوا بالانجليزي انتوا؟ من امتى بتعلنوها بالانجليزي يافطه مكتوبه نو سي سي يس مورسي؟ ده معناه انهم بيعلنوا حاجه للعالم، ده معناه ان الجماعات اللي مشغله الجماعات دي من بره قالوا لهم تعملوا المنظر ده وتعملوا ده عشان احنا يكون لسه لينا تصعيد ويكون لسه لينا شغل ولسه لينا كلام نقوله. فلو نشوف كده، دولت مش طلاب الازهر، قلنا قبل كده 70% من طلاب الازهر داعشيين، وكتير قلنا طب ايه اللي مخلي الطلاب دول كده؟ ليه الطلاب دول كده؟ لان اللي انت اللي بيدرس له كده، لان اللي بيديله الاكل اللي بياكله هو كده، لان اللي بيعلمه كده. ما تتوقعش من واحد يعني، يا لو كان مره في فيلم كده مدرسه بتاعت انجليزي لدغه في كل الحروف، فطلع العيال كلهم بيتعلموا منها الانجليزي بتاعها مدغدغه كل الحروف فيه، فطالعين مفكرين ان هو بيتقال كده، ما يعرفوش ان الابله لدغه.
لكن هما شايفين الانجليزي بيتقال كده فبيقولوه زيها بالظبط. زي ما العيال هنا مثلا بيجوا لو اكسنت في الكلمات بيطلعوا ياخدوها زي ما هي كده، الاكسنت بتاعهم بيبقى كل ولايه ليها اكسنت، او كل بلد مثلا بورسعيديه ليهم لهجه كده، الدمنهوريين كذا. انت بتشرب منين، المنبع اللي بتشرب منه بتطلع زيه. كمان الطلبه بتوع الازهر بنات واولاد، قاست الدوله منهم الامرين على خلال السنتين اللي فاتوا، وما كانش يعني مش عارف، وكان مره اعتقد عملت اوريت لكم فيديو فيه كميه دكاتره ورؤساء اقسام جامعات كلهم اخوانيين، كميه رهيبه تقدر تعلم جيل كامل افكارهم. ف زي ما قلنا دايما ما ينفعش تقول لي احرق الكتب، الملم الكتب واحرقها هو ده هيكون الحل والعلاج، لا لا، لان الكتب دي الناس دي امتصتها جوه دمها، جوه دمها، زي واحد شرب سم جوه الدم، ما عادش ينفع، ما عادش ينفع تقول له اغسل بقك، مضمض بقك، مضمضه من ايه؟ الجسم جوه فيه، الدم بقى فيه، خلاص. المدرس بيعلم الطالب والطالب بيعلم العيال في الشارع وكله بيسقي بعضه، فاحنا قدام منظومه فساد رهيبه رهيبه. في نفس الوقت اللي الدوله وقفت فيها مكتوفه الايدين قدام الازهر وقدام الاوقاف وقدام الشيوخ وقدام حزب النور بقياده برهامي والبكار والاشكال دي كلها، في الوقت اللي وقفت فيه تشاركهم في صنع القرار وما كانش ساكت لا صوتي ولا صوت ناس كتير، وطبعا على راس الكل كان ابراهيم عيسى شغال ليل ونهار يقول دولة بتشتغل بنظام فاسد، والأزهر دولة جوه الدولة، وحزب النور دولة جوه الدولة، فاسد جوه فاسد، وكان بيقول كلام كبير قوي حقيقة. هو كتير برضو قال ان البلد سايبانة، مش يعني مش مسكنة من رقبتنا، مش بتسجن اللي يتكلم، في حرية تعبير، في كذا، ولكن ما بتعملش، وفعلا ما بتعملش في الجزء ده. سوري انا عايزه اقول في الجزء ده، انك تمسك كل يوم 22 ارهابي، 25 ارهابي، 100 ارهابي، تقتل 200 ارهابي، تعمل تمسك اول امبارح مسكوا مواد لتصنيع المتفجرات في سينا، كميه كبيره جدا في سينا، كانوا بينفذوا بيها فرحه افتتاح قناه السويس، انهم يمسكوا الارهابيين، انهم شغالين على قدم وساق. انت برضو تاني مرارا وتكرارا بنقول بتلملم، بتلملم من البلاعة اللي بتطلع، بتلملم اللي بيطلع منها، اقفل البلاعة، اقفل البلاعة اللي بيطلع منها، اللي انت عمال طول النهار تضربه وتضربه حواليه، لكن لسه بيطلع وبيطلع وبيطلع. النهاردة الصورة تاني نحطها ونشوف تاني كمان المنظر، المنظر ده مهم جدا ينطبع في كل عين، لازم تشوف مين اللي بيعمل كده بأجلى بيان كده بوضوح شديد جدا، مين السبب، مين اللي بيخرج، مين اللي بيدي وبيبعث هؤلاء للجهاد وللصد ضد الدولة وضد الجيش وشرطة البلد. ونشوف تاني شيوخ هم كاتبين اهو، بصوا المنظر يا جماعة، ومكتوب علماء الأزهر، علماء الأزهر تدعو إلى النفير العام في ذكرى فض رابعة، هنا هنا وبأجلى بيان تاني، الأزهر اللي اشترك في 30/7، اللي اشترك في 30/6، اللي اشترك في 3/7، اللي اشترك في المفروض صنع القرار، الأزهر اللي الشيخ الطيب كان بيقول ان هو مساند السيسي ومساند البلد، دولت اتباعك، دولت ولادك، دول اللي شغالين تحت ايديك، دول بيقولوا ايه انت مش شايف ولا ايه؟ بص دول مش واحد، دول مش اتنين، دول سرب كبير جدا، كل واحد فيهم قادر على تفخيخ الالافات والملايين عبر الشاشات وعبر الميكروفونات في الجوامع. ازاي ده كله يكون موجود ومحدش صاحي ومحدش فايق؟ فازاي يعني؟ بيقولوا وبصوا البيان بتاعهم او الدعوه للنفير العام لفض رابعه، ده بتاكد حاجات معينه لازم نحطها في الحسبان. نمره واحد، فض رابعه يعني معناها ان اللي ماتوا في رابعه، يعني معناها ان اللي اتفضوا في رابعه، يعني معناها ان اللي كانوا قاعدين ومرابطين في رابعه دول تبعهم، دول حته منهم، دول طالعين من تحت ايديهم. تاني مرارا وتكرارا هما بياكدوا على هذا المعنى طول الوقت. ف
عشان وبعدين نو سيسي، ليه نو سيسي؟ عمل ايه السيسي غير انه عمال يبني ويعمر وياكل ويشرب ويزوق ويرتب؟ انا اعتقد الراجل ما بينامش، يعني هو يقال ان هو بيقول بينام 4 ساعات، فمين يكفيه 4 ساعات؟ انا ما شفتوش يعني بغدد كده وتخن وحلو بعد ما بقى رئيس، زي ما مرسي بقى في ثواني تخن وبنت عليه البط والوز، التاني نازل عمال يفر ليل ونهار. انا مش برضو، انا قلت لكم مليون مره الراجل ده مش قريبي، لكن انا شايفه ان هو مع البلد، هو ورجالته طافحين الدم فيها ليل ونهار. يكفي ان انا اقول لكم ان زوجات الضباط ما بتشوفهمش غير في حتى في المناسبات بيبقى اكثر تركيز عليهم، وحتى في المناسبات ما بيتشافوش. فالناس دي بقالها كده شهور وشهور، دخلنا في سنين مذلولين عشان البلد دي تقوم. انا لو اقول لكم كام ضابط هيجي الوقت وفي الحلقه اوريكم كام ضابط استشهد في الفتره دي، وكام ضابط النهارده جريح ومرمي في السرير او عايش بعاهه. فكل دولت كانوا فدا مين؟ كانوا فدا اللي طالعين النهارده بياكلوا ويشربوا وعايشين في الاوقاف. يعني ايه اوقاف؟ اوقاف يعني فلوس داخله للبلد او داخله للمكان دوت، والناس دي بتاخد على الجاهز مرتبات عشان ايه؟ دولت لو كلهم قلعوا الجلاليب دي ولبسوا لبس الجيش وراحوا يحاربوا زي الناس، يمكن يحسوا ساعتها يعني ايه عدو، يمكن يحسوا يعني ايه ساعتها بلد، يمكن يحسوا يعني ايه ساعتها مصر، يمكن يحسوا يعني ايه ساعتها علم للبلد. لكن دول مش حاسين باي حاجه غير رابعه. سمعت ان موضوع علامه رابعه هتاخد على يعني هتاخد اللي هيرفعها هياخد حبس. سمعت كمان ان تقريبا كان يوم السابع قال ان يوم 6/8 هيكون يوم اجازه عشان يفتح قناه السويس. كل الحاجات دي اخبار مش عارفه لسه لم تؤكد بعد، لكن حابه اقول لكم البيان بتاع علماء الازهر تاني. دعت جبهه علماء، علماء في ايه؟ يا ترى علماء في رابعه؟ يا ترى علماء في عمايل الكحك في رابعه ولا البط بتاع مرسي، ولا علماء في انهم يتفننوا ازاي يخربوا البلد اشكال والوان، ولا ازاي يخرجوا ولاد مفخخين وقابلين للتفجير زي ما قال يوسف القرضاوي الاسبوع اللي فات. وريت لكم ان هو كان بيقول لا يا ربي، ده يمكن طلعها يوم السبت اللي هو بعد الحلقه اللي فاتت دي على طول، قال ان المفخخ داخل على الجنه على طول، وان اللي بيفخخ نفسه ده مش ملك نفسه لكن ملك الجماعه، يعني يسلم نفسه للجماعه والجماعه تعمل فيه ما تشاء، توديه مين توديه شمال، تفجره هنا تفجره هنا، هو خلاص داخل الجنه. ما تقلقش على نفسك خالص يا اللي بتفخخ نفسك، انت بس سلم نفسك للجماعه. ده كان رئيس هيئه علماء الازهر، رئيس هيئه علماء الازهر طبعا ده يوسف القرضاوي. لكن نشوف بقى علماء الازهر اللي هو رئيسهم في يوم من الايام كان واحد زي القرضاوي النهارده بيقولوا دعت علماء الازهر المصريين الى ما سمته النفير العام في ذكرى مرور عامين على فضع تصاميي رابعه والنهضه والذي يوافق يوم 14 اغسطس القادم. وقالت الجبهه في بيان اصدرته مساء امس، اخرجوا وانفروا، فماذا تنتظرون وماذا تأملون بعد ان نزفت الكرامه؟ يا سلام على الكلام الجميل الرنان. بعد ان نزفت الكرامه واستبيحت المحارم، واستبيحت المحارم وكانوا واسترخصت الدماء وانتهكت الأعراض وسرقت الإرادة وكذب القادة وتحرروا الكذب تحريا وتحروا الكذب تحريا كانوا فيه عند الله من الكاذبين، ماذا تنتظرون بعد أن نطق فيكم الرويبدة وسبق الأبرياء إلى السجون وسيق الأبرياء إلى السجون وطورد العلماء والمفكرون كلا مطرود وخون الأمين وأؤتمن الخائن. طبعا هنا عايدة على مرسي والسيسي، خون الأمين وأؤتمن الخائن وصار فينا المعروف منكرا والمنكر معروفا، اخرجوا فلن تكونوا أبدا نملا، فالنمل وحده هو الذي قبل من النملة نصيحتها بدخول الجحور خشية أن مش عارفه ايه كده. وتابع البيان فليخرج كل قادر ليسمع الظالمين ليسمع الظالمين صوته وليبرئ ذمته امام الله الذي لا يقبل عذرا من متخاذل في مثل ذل تلك الظروف. اخرجوا لتعتذروا اولا الى الله ثم لتعتذروا ثانيا الى العالم، ثم يشرفكم ان تعتذروا ثالثا الى التاريخ الذي لا يغفل ولا يتغافل. اخرجوا فدخول الجحور غير جائز غير للنمل. لا هي وعذرا انا بس عايزه اشوف استبيحه المحارم دي، استبيحه المحارم دي ليه؟ هم عاملين خيم لجهاد النكاح زي ما كانوا عاملين في رابعه
والسورية ليها تمن والمصرية ليها تمن لمجاهدة النكاح عشان المؤمنين المعتصمين في رابعة يعني ياخدوا نفسهم ويقدروا يكملوا اعتصام. فين اللي استبيحت المحارم؟ استبيحت المحارم ازاي يعني؟ مين الأمين اللي اتسجن ومين الخاين اللي شغال؟ لو كل ده بيحصل وكل ده لسه موجود ولسه بيرعى ولسه بياكل ولسه بيشرب ولسه بيشتغل ولسه بياخد مرتب من الدولة ولسه بينعق في الدولة، وبعدين نقول لو يعني معلش ده كده بيطعن رسميا في جيش بلدك وفي في شرطة بلدك وفي رئيس البلد نفسها، كل ده وهم سايبينه. لما بقى يحصل مظاهرة في المنيا مثلا من بعض المسلمين عايزين يهدوا كنيسة ولا بتاع وما يعرفوش يسكتوهم، محدش يقول لي مضطهدين المسيحيين، لا الموضوع اهو مثلا متشددون يوقفون الصلاة بكنيسة قرية عزب اسمنت بالمنيا ويطالبون بهدمها. بصوا المناظر، هي نفس المناظر اللي من زمان موجودة واللي كأنها ما بتتغيرش واللي كأنها ما بتغرش ابدا من وشنا وكأننا موعودين بنفس الخلق دي على طول. ايه رأيكم؟ اهي قنا تسحب كتب الجماعة. بصوا ده كان مثلا امبارح من 3 4 ايام قنا تسحب كتب الجماعة والسلفيين. يعني هنا دي المنيا، عندنا المنيا وقنا والحتت دي موبوءه بحقيقي. يعني في وزاره الاوقاف انا مش عارفه هي وزاره الاوقاف فيها اللي بيقولوا نو سي سي يس مرسي، ولا فيها ناس بتسحب كتب الجماعه علشان او بعض المتشددين علشان ارهابيه وبتعلم الولاد الارهاب، ولا فيها ناس سايبه الناس دي بتهد كنايس والكلام دوت، ولا فيها ناس ضد الدوله. انا نفسي ما بقتش قادره افهم وزاره الاوقاف شغاله ازاي، يعني مش عارفه هي ليه مش مركزه، مش مركزين ليه يعني. فهنا وزارة الأوقاف بتقول سحبت كتب الجماعة والسلفيين المتشددين من مكتبات المساجد وشرطة ملاوي، واعتقلت أخطر المتهمين بخطف الأقباط بالمنيا. وقال الشيخ خالد خضر وكيل وزارة الأوقاف بقنا أنه تم سحب عدد من كتب عدد كبير من الكتب الخاصة بيوسف القرضاوي وعدد من المشايخ السلفية المتشددين من 24 مكتبة من مساجد قنا، مشيرا إلى أن سحب الكتب وتنقية مكتبات المساجد يأتي في إطار خطة الوزارة لتنقية المكتبات والمساجد، يعني مش من عنده ماشي يلا، من الفكر المتطرف وكتابات المتشددين من جماعة الإخوان. وألقت قوات أمن المنيا القبض على أحد المحرضين المحظور والسلفيين على عمليات خطف الأقباط، أحد المحرضين وقال إن الكتب المحظورة اتمنعت والسلفيين وبعض السلفيين اللي هم كانوا قائمين على عمليات خطف الأقباط بمدينتي ملاوي ودير مواس في الأشهر الستة الماضية قبضوا على شويه من اللي متخصصين في خطف وبهدله الاقباط في دير مواس وفي ملاوي. بس ده اذا كانوا قبضوا على جزء اعتقد انهم قبضوا على واحد على مليون، لان زي ما انتم شايفين كده شفتوا المناظر، شفتوا فتحه البق، بصوا منظر الناس حاجه يعني مش مرعبه، هي حاجه يعني تحس ان الواحد مش عارف يعني يروح فين الحقيقه. لو قلنا ان دي شكل الشيوخ بتوع الازهر وده شكل المتدينين بتوع قنا والمنيا، هنشوف الناس المتحضرين والمودرن والارستقراط واللي بيروحوا امريكا ياخدوا بعثات وياخدوا دراسات زي يوسف باسم يوسف، باسم يوسف ونادر بكار ووائل غنيم، ونشوف ثلاثة دولت يعني ناس المفروض انهم مودرن، لكن شوفوا مودرن مش مودرن كلهم تحت خطه واحده بس. ففي ياسر بركات بيكتب وائل غنيم نادر بكار باسم يوسف حكايه ثلاث مصريين في مهمه قذره. انا صراحه عايز اقول لكم انه اقرب واحد للقلوب فيهم كان باسم يوسف، انا شخصيا كنت بحبه جدا جدا جدا. فازاي وصلت ان احنا نوصل للحاله دي؟ يعني انا شخصيا مش قادره لغايه دلوقتي اصدق ان باسم يوسف مع نادر بكار مع وائل غنيم في نفس البوتقه، انا مش قادره اصدقها، لكن الادله بتقول كده، الناس اللي بتدرس وبتفحر وراهم بتقول كده. نقرا البيان اللي بيقول ماذا يفعل باسم يوسف؟ بيبدا العمل او بدا العمل في دراسه في الجامعه كمسؤول عن التواصل مع الطلاب الامريكان، ويتلقى تعليماته من البروفيسور الاسرائيلي جاريد كوهين. وائل غنيم وباسم يوسف يعملان ضمن مشروع ثورة الديمقراطيات الرقمية. بكار بدأ دراسة الماجستير ضمن مشروع أمريكي صهيوني تطلق عليه المخابرات اسم إعادة صناعة الدول. إعادة صناعة الدول، مخابرات أنهين بقى؟ whatever يعني لو المخابرات الأمريكية أو الإسرائيلية ما مش فارقين كتير. نائب رئيس حزب النور
اللي هو بكار المكار، بيقول بيوقع عقد الزواج السري مع امريكا ويطرح السلفيين، يطرح السلفيين بديلا للاخوان. الحقيقه ده عمله اول يوم ثوره 30/6، قلت لكم قبل كده، وكان الناس في الشارع بالملايين. كان هو بيصافح الرئيس البيت الابيض اللي هو قص المصايب كلها الحقيقه برضه، ولا كان ساعتها متخيل انه هيطرح بديل مناسب جدا بدل الاخوان، وفكر ان هم اللي هياخدوا. وعلشان كده لما ما قدروش، علم يعني مثل بيقول كده، الايد اللي ما تقدرش تعضها بصها، فما قدروش يعضوا قوي في الوقت دوت، فبيباسوا الايد دي. في نفس الوقت هم بيبسوا السم في كل مكان، وبيعملوا كل ما يمكن ان يكون، او كل اللي يقدر يكون في الامكان، فبيشتغلوا على قدم وساق، مش همدانين ابدا، ما بييأسوش ابدا، ما بيريحوش، ما بيقولوش خلاص احنا كده طب نريح شويه، او مثلا نقعد كام سنه، لا لا لا، هم شغالين على طول، والقضايا شغاله على طول، والمحامين بتوعهم شغالين، وكل الاديال بتوعهم في كل البلاد، والرؤوس مش بس الاديال في البلاد الخارجيه ليهم رؤوس، رؤوس مش اديال، فرؤوسهم المفكره المدبره اللي موجوده في كل حته بتشتغل. لكن نكمل الحته دي. طارق الدسوقي وباسم الزرقاء وطلعت مرزوق ضمن 10 قيادات سلفية تستعد المخابرات الأمريكية لتجنيدهم. جوزيف صمائيل ده أستاذ العلوم السياسية ورئيس مجلس الاستخبارات الوطني بيقول، وده من ضمن أساتذة الجامعة في هارفارد، بيقول إن هارفارد ما بتمنحش أو ما بتديش منح أو دراسات مجانية. وطبعا الجملة دي ليها معاني كتير قوي. كان باسم يوسف قال ان اللي حصل دوت او اللي نادر بكار عشان الدنيا اتقلبت عليه، قال ان دي مجرد دراسه او وقف كان متاخد من وقف غير قابل للاسترجاع، كانت الدوله دفعت ثمنه، الدوله المصريه، ومعمول للطلبه المصريين، وهارفارد تقبل من ترشحه الوزاره. يعني كان نادر بكار لانه المتميز الوحيد في البلد، لانه اذكى واحد فيها، لانه كان طالع الاول على كليه التجاره بامتياز، طبعا انا بقلص عليه، هو حتى طالع بمقبول، شخص يبدو جدا ان هو مكار، لكن دراسيا مش ذكي ولا حاجه. كون ان هو يترشح والبلد ترشحه وتدفع له زي ما بيقول باسم يوسف المنحه تماما، ولما البلد ترشح وتدفع تبقى هارفارد مسؤوله ان هي تقبل، ده اللي الكلام اللي اتقال. انا مش شغلتي ان انا اعمل انفستيجيشن عليه، لكن انا ممكن اقول ان ده اللي بيتقال. مش عاجبني ومش عاجبني ومش حاسه ان هو حقيقي. يعني في نفس الوقت اللي فيه طلب، سوري مش طلبة الازهر، شيوخ قصدي، سوري، علماء علماء علماء، وتاني هقول علماء في ايه، علماء الازهر بيطالبوا نو سيسي يس مرسي، تم ضبط او ضبط، وفي نفس الوقت اللي قنا والمنيا ومعرفش فين بياخدوا الكتب اللي بتبص على الارهاب والفتنه والقتل والتدمير والمتشددين وكذا، ويصدروها من المكتبات، كانت داخله 750 كتيب اخواني تحرض على العنف والتخريب بحاويه جايه من الصين. الاخوان تدعو عناصرها، ال 7500 كتيب جايين في بوكسات، في 40 بوكس جايين من الصين، جايين تبع كانهم حاجه جايه من الصين اللي هي المكتبات، كانها ادوات دراسيه للمكتبات، لكن كان جواهم 7500 كتيب علشان يحرض ويعلم الناس تعمل ايه، وازاي تتمرد، وازاي تقلب البلد راسا على عقب. الاخوان بتدعو عناصرها لاقتحام الميادين تزامنا مع احتفالات قناه السويس. اللواء هشام درويش مدير اداره المباحث امن المواني قد تلقى اخطاره من العقيد، من العميد عبد العزيز كمال رئيس مباحث امن المواني، يفيد بوصول كميه كبيره جدا من المنشورات والكتيبات التي تحتوي على نصوص ومواد تحريضيه على التخريب والعنف، وتقدر الامن العام وتقدم مواد تعليميه من شانها بث روح العداء ضد قوات الجيش والشرطه. دعت، وفي نفس الوقت ده طبعا هم صدروها الحمد لله، لان هم بداوا يفتشوا كويس في المواني، اللي بيتلاقى برضو تاني هقول اللي بيتلاقى جزء من كل، لكن اللي بيخش وبيتسرب وبيتعدي
اكتر بكتير جدا من اللي بيتلقى. دعت جماعه الاخوان الارهابيه عناصرها بالمحافظات للحشد باتجاه الميادين الرئيسيه بالقاهره ومنها ميادين، بصوا هنا الخطه، بصوا برضو هم مش دي تفكير شويه الخرفان اللي تبع الاخوان، ده تفكير حد اكبر منهم. بيقولوا لهم ان الجيش هينشغل في تامين قناه السويس، نصه هينشغل هناك ونصه مش عارفه فين، انتوا هنا ده دوركم تعملوا كذا وتعملوا كذا. فبرضو يعني ايه، مش هنسكت يعني، من الاخر كده يعني فيها لخفيها، وطالما هي كده ضربوا الاعور على عينه، خربانه خربانه، احنا مش ساكتين غير لما نبهدل البلد كلها، فلانها مش بلدهم. وهقول لكم ازاي يعني ايه لما تبقى يبقى الاب ده او الام دي مش امك، وانت كنت عامل نفسك اب او ام او ابن ابن ليهم او بنت، لما تكتشف ان خلاص خلاص ممكن تقتله لانه لا ابوك ولا امك، لانه مش ابوك ومش امك. دعت جماعة الإخوان الإرهابية عناصرها بالمحافظات للحشد باتجاه الميادين الرئيسية بالقاهرة ومنها ميدان التحرير وميدان النهضة وميدان الشهيد المستشار هشام بركات، تزامنا مع احتفالات البلاد باحتفال بافتتاح قناة السويس الجديدة والمقرر لها 6 أغسطس المقبل في محاولة يائسة منها لإرباك الوضع الأمني. قالت الجماعة في بيان لها الأربعاء على صفحة الرئيس المعزول محمد مرسي عبر موقع التواصل الاجتماعي أن 220 ألف جندي وظابط هيكونوا موجودين لتأمين افتتاح الترعة، وكاتبين الترعة التصغير للأمر، طبعا الترعة على وزن تشتم وجدي، يبقى الترعة ووش تشتم وجدي ومعرفش حفرة كده مش عارفين يردموها، وحاجات اللي هم قالوها دي في وقت السي ان ان بتقول ان اللي اتاخد من القناة، الردم اللي طلع من القناة بمثابة 200 هرم بحجم الهرم الكبير. فشوف الدنيا شايفانا ازاي وهم شايفين الدنيا ازاي او بيقولوها ازاي. ف 220 ألف جندي وظابط لتأمين افتتاح الترعة الجديدة بما يعني نصف الجيش تقريبا، مضيفا والنصف الثاني موزع على المعسكرات والحدود والمصانع والمزارع، يعني ما فيش جيش من أول أغسطس. يعني بيقولوا لهم البلد فاضية، البلد أهي على الرحب والسعة، من أول أغسطس ما فيش جيش، أنتوا عندكم النص هنا والنص في الحتة الفلانية، الدنيا فاضية، يلا خلصوا دي فرصتكم. وأضافت الإرهابية فرصتنا أن نحشد بكل قوة على القاهرة ونتجه الى الميادين في حراك ثوري رهيب مع شل حركه القاهره بالتواجد على مداخلها بسياراتنا، وفي نفس التوقيت يكون هناك تحرك كبير في جميع الحركات الثوريه في الخارج. خطط شياطين ما بتخلصش وما بتنتهيش، وناس ما بتيأسش. يبقى شفنا او يعني شفنا، ادي علماء الازهر، ادي الحاويات اللي بتدخل، وادي التعليمات اللي جايه لهم. شفنا نادر بكار ووائل غنيم طبعا مع اختلاف اتجاهاتهم، والجميل اللي كان الاعلامي القدير باسم يوسف، الناس دي يعني ثلاث، واحد عامل سياسي والتاني عامل اعلامي والتالت عامل حزب النور، يعني ثلاث ديفرنت واي، يعني انت عندك ثلاثه مش من نفس الفصيل، مش من نفس المدرسه، لكن هم في الاخر خالص بيصبوا في نفس المكان. نشوف عمرو خالد الكيوت الجميل، الواعظ السكر، الواعظ ابو بدله وجرافطه، اللي هو كان في الفترة الأخيرة دي مكتسح، وحتى كان ليه برنامج في رمضان، وكان كل الناس مبسوطة يعني من برنامج عمرو خالد الجميل جدا اللي كان في رمضان. لكن نشوف الوجه الحقيقي بقى لعمرو خالد. هو كمان عمرو خالد بيقول أكد الداعية الإخواني الداعشي عمرو خالد، ده أحد الصحفيين كاتب، بيقول أكد الداعية الإخواني الداعشي عمرو خالد أنه أرسل شباب جمعية صناع الحياة التابعة له والتي قام بتأسيسها خلال 2005 إلى كل المدن الليبية للمساهمة في الثورة الليبية ضد نظام الرئيس الراحل معمر القذافي. يبقى لما نتكلم في الجيش الحر الليبي، لما نتكلم في الثورة الليبية، لما نتكلم في خراب ليبيا، هنلاقي وراها واحد زي الداعية الكيوت عمرو خالد. عرفنا؟ ولسه الداعية الكيوت عمرو خالد موجود، ولسه ليه برنامج، ولسه بيتكلم. يبقى كده الدولة بتحارب الإرهاب ولا بتحارب الإرهابيين الصغيرين اللي بيطلعوا من التفكيك اللي شغال ليل ونهار؟ يبقى انت بتحارب المدرسه الاصليه اللي بتطلع لك، ولا بتحارب العيال الصغيرين اللي بيتعلموا منهم؟ الاساسيين، المرض الاساسي، قلب المرض، مشكلتنا الاساسيه هما الناس التقيله اللي بتعلم الناس، مش الناس اللي بتتعلم منهم، مش اللي بيفخخ نفسه، لكن اللي بيعلم، اللي بيفخخ نفسه. ازاي يفخخ نفسه؟ لأ ده بيعلم لك 1000 واحد، مش بيعلم لك واحد بس، اللي بيفخخ نفسه واحد وبيموت، لكن اللي قاعد يعلمه هيعلم مليون واحد غيره.
فعمرو خالد هو بيقول لك ان هو اهو بيقول، هو بيعترف بنفسه ان هو كان ورا الثوره الليبيه وورا قتل معمر القذافي، او يعني الراجل بيعترف انتوا عايزين منه اكتر من كده يعني. واضاف خلال مقطع فيديو متداول له على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك: ربنا ينتقم من الظالم اللي ظلمكم ويقسمه، اليوم عاجل غير آجل، موضحا أنه أرسل شباب صناع الحياة للمساعدة في كل ما يحتاج إليه ثوار ليبيا ضد القذافي. وصف نشطاء مواصل التواصل الاجتماعي عمرو خالد خلال ذلك الفيديو بالداعشي الإخواني الذي ساهم هو ومجموعته في نشر الفوضى داخل الأراضي الليبية وسيطرة داعش على مناطق كثيرة من البلاد. مش عارفة أقول إيه غير إن عمرو خالد، خالد الجندي، ناس كتير من الناس دي سببت وبتسبب ولسه موجودة، قالت وبتقول ولسه بتقول، كتير قالوا الناس دي خطر ولسه موجودين، لسه ليهم برامج، لسه ليهم كلام، لسه ليهم رواد، لسه ليهم منابر، لسه بره، لسه أحرار، لسه بياكلوا، لسه بيشربوا، ولسه بيقتلوا، وبالرغم إنهم لسه بيقتلوا لسه آمنين جدا. ومعرفش لحد امتى هنستنى ندفن افضل ناس في البلد دولت موجودين ولسه عايشين لسه آمنين. انا مش فاهمة ليه يعني، مش فاهمة يعني استبقائهم، هل ليه، مين المسؤول عن كل ده؟ لو قلنا تونس، كان في مثل غبي كده واحد قالوا لي مصر مش زي تونس يا اولاد كذا، لما قامت الثورة في تونس، لا مصر تقريبا كأن تونس سابقانا بخطوة على طول. حصلت المصيبة في تونس او الربيع العربي الجميل في تونس اللي كان يعني المفروض انه هيغير الاحوال ويعني بعد منه حصل في مصر. اتشالوا الاسلاميين من تونس، بعد كده اتشالوا من مصر. النهاردة تونس قفلت شوية جوامع من مدة، بعد كده برضو مصر بدأت تقفل شوية جوامع كان بيحصل فيها مطبوعات ومنشورات بالليالي. الكتب بدأت تتاخد برضو من تونس الاول، بعد كده بدأت تتاخد من مصر. النهاردة تونس بتقفل 80 جمعية بتحوم حولها شبهة الإرهاب وعلاقتها مع الجماعات التكفيرية في إطار حملة التضييق على المتشددين في تونس. يا ريت مصر تقفل الجمعيات اللي بتعمل نفس الشيء في مصر، لأن هي دي مصانع تفخيخ الإرهابيين. بيقول كمان الوزير المكلف بالعلاقات مع الهيئات الدستوريه والمجتمع المدني كمال الجندوبي انه تم احصاء 157 جمعيه تحوم حولها شبهه الارهاب، ده غير ال 80 يعني، في تاني 175 غير ال 80. والعلاقات مع الجماعات التكفيريه، وتم تعليق نشاط 80 جمعيه وتنبيه 83 جمعيه اخرى بتسويه وضعيتها القانونيه، اضاف الى انه الحل أضاف إلى حل عدد هيحل عدد آخر من الجمعيات بقرار قضائي. ونقلت وكالة إفريقيا للأنباء عن كمال الجندوبي قوله أن الحكومة ستتعامل مع الجمعيات التي تحوم حولها شبهة الإرهاب أو إن ثبت تورطها في أعمال إرهابية أو أن تربطها علاقات مع جماعات تكفيرية تهدد أمن البلاد وفق القانون، سيتم في مرحلة أولى توجيه تنبيه للجمعية بتسوية وضعها، تليها مرحلة تعليق النشاط في غضون شهر من التنبيه الأول، بعد ذلك تحل نهائيا بمقتضى قرار قضائي. نوه الجندوبي بسياسة الحكومة الحالية في مكافحة الإرهاب في الفترة الماضية، مؤكدا أنها سجلت نجاحات في مستوى العمليات الاستباقية وتتبع الخلايا النايمة. أكيد هم شغالين، أنا شايف أنهم شغالين كويس فعلا يعني. وكان الرئيس التونسي الباجي قائد السبسي، وكانت دي المفارقة الجميلة، احنا عندنا السيسي هم عندهم السبسي، ناقصها نقطة، جابت نقطة للإخوان. الحقيقة البلدين بيقوموا فيهم ناس ليهم قلب حلو، فالسيسي هنا والسبسي هنا والإخوان اتفعصوا بين هنا وهنا، ولكنهم لا بيموتوا ولا بيسلموا يعني. فكان الرئيس التونسي الباجي قائد السبسي أعلن في مطلع شهر 4 الحالي عن رفض حالة عن فرض حالة الطوارئ بالبلاد، وسيمتد على كامل التراب التونسي لمدة 30 يوم بعد الهجوم الإرهابي على مدينة سوسة التونسية الساحلية في 26 من يونيو. راح ضحية هذا الحادث 38 ساحة، أغلبهم من حاملي الجنسية البريطانية. طبعا هم برضو ده برضو يعني صح، هم لأنهم ضربات استباقية عندهم يعني تتبع الخلايا النايمة، لكن برضو كلنا هزار، كل العالم ما بيفوقش غير بعد خبطة كبيرة دايما. فالحادثة الأخيرة اللي مات فيها 38 سائح ألماني بريطاني خلته عمل على حالة الطوارئ، وبقى أكثر يعني حدة في إنه يقفل الأماكن التابعة للإرهاب. أنا برضو هو سؤال مش عارفة بسأله كل مرة، هو ليه كل مرة بتحصل مصيبة كبيرة
بتمسكوا ناس كتير وبتقفلوا اماكن كتير وبتكتشفوا ناس ارهابيين، ليه مش قبل الحادثه؟ مش عارفه، فجاه كده انتوا بتكتشفوا يعني الناس الارهابيين، بتكتشفوا الجمعيات دي فجاه بعد الحوادث الجامده قوي، بس قبل الحوادث الجامده دي ما كنتوش واخدين بالكم من الموضوع؟ مش عارفه ليه. ندخل شويه بقى على اوباما. اللي عمله اوباما لسه محدش عمله، اللي عمله اوباما في امريكا لسه محدش عمله. الحقيقه برضو ما عملش في امريكا بس، اوباما لما عمل عمل في العالم كله. اوباما كانه لو الشيطان جه الشيطان بنفسه استعلن ما كانش هيعمل اللي عمله اوباما. فعلا ابن ابليس بلا منازع، ابنه بلا منازع، ظهور ابليس بحد ذاته كده في العالم كله ظهر في اوباما. اوباما في كينيا اللي هو بيقول انها مسقط راسه راح يبشرهم بدينه الجديد اللي هو الزواج المثلي. رايح بلاد مش يعني مش هقول مش بلاده، هي بلاده بقى، راح يقول لهم او ينصحهم او يعني يبشرهم بالاكتشاف الخطير اللي هو اكتشفه، رغم ان هو قبل الانتخابات على طول قال انه ضد الناس دي ومش مع المثليين ومش عايز ده يحصل ومش هيكون لو بقى رئيس، لكن النهارده هو مش بيوافق عليه لان الناس طلبته، ومش بيوافق عليه لان الحكومه اقرته، لكن هو مؤمن بيه، هو بكل قلبه داخل فيه، بدليل ان مش بس في بلده اقره او خلى المحكمه الدستوريه العليا تقره، لكن رايح كينيا يقول لرئيس كينيا ان هو بينصحهم بده. وكانت الصدمه، ويمكن دي الصوره رقم واحد في اوباما، كانت الصدمه ان رئيس كينيا قال له معلش معلش طب يا بابا العب بعيد، انت هنا تتكلم عن السياسه عن الاقتصاد، اما احنا نمشي بلدنا بطريقتنا. ده بقى اخوه، ونشوف اخوه لما يشهد ويقول، لما يعني احنا هنقول كده يعني ايه، وشاهد شاهد من اهله. فالشاهد اللي من اهله قال كده عليه انه مش امين، هيز نوت يعني هيز نوت اونست، ما هوش امين، شخص مش امين، هو مش امين ديت يعني كل القاسي والداني يقولها، لكن لما تطلع كمان من اخوه فده شيء تاني خالص. اما هو فاحلام واحلام المجانين، فقال كده بالظبط ان لو ترشحت المره كمان انا هكسب. دي ثقة الشيطان، الشيطان كده لما يجي يقول لك أنت فاشل، أنت ما تنفعش، ويبقى كأنه مصدق اللي بيقوله عليك، فأنت يا عيني تكش تقعد تكش تكش تقول أه صح أنا فاشل، صح أنا ما ينفعش، أه صح. هو بيعمل أوباما زي الشيطان بالظبط، بيقول حاجات مش حقيقية بس بيقولها بثقة، باقتدار، باقتناع، بدخلة كده على الناس، كأنه يديهم حالة من الغفلة ويفرض سيطرته. فبيقول ده أنا لو ترشحت عايز يقول للناس أنا مقبول، أنا محبوب، أنا حد كويس أوي، أنا ما حصلتش، ده أنا لو ترشحت تالت هتقبل، ده أنت مكروه من طوب الأرض، مش بيحبوك إلا الشواذ والإرهابيين، غير كده ما حدش ممكن يكون بيحبك، أي حد فيه ذرة عقل ما يحبكش. فمنين يعني لو ترشحت فترة تالتة هتكسب؟ أما إيران ففي سورة 4 بيقول في الوقت اللي ايران فيه بتعدم 700 شخص شايفين شباب زي الورد، كان ممكن يعملوا حاجات كتير للبلد، كان ممكن يصلحوا، كان ممكن يبنوا، كان ممكن يعلوا، كان ممكن يزرعوا ويقلعوا، بص بتعدمهم ايران المجرمة، ايران الارهابية، ايران اللي هو رايح يحط ايده في ايدهم عشان يعمل اتفاق نووي ويقول ان الاتفاق ده والنووي ده هيكون للصالح العام وهيكون للاشياء الطبيه والحاجات النافعه، اي نفع يجي من بلد بتعدم شبابها. 700 شخص في اقل من 6 شهور، ده احنا بعد كل اللي حصل في مصر وبعد كل الارهاب والمرار والدمار اللي شافته مصر من الارهابيين، لسه بيرعوا في السجون بالالافات ولسه بياكلوا ويشربوا ويستحموا ويجي لهم زيارات، لكن ايران بتعدم من غير لا شفقه ولا رحمه شباب البلد 700 شاب في أقل من 6 شهور، في الوقت اللي أوباما اللي راح يعمل الاتفاق النووي معاها رايح يبشر كينيا بالشذوذ الجنسي. ومفيش أكتر من كده خجل، ومفيش أكتر من كده عار. ألو، معانا الأستاذ علاء الحلواني رئيس قسم السياسي بجريده الاخبار المسائيه. اهلا اهلا بيك استاذ، ازي حضرتك استاذ؟ اهلا بحضرتك. تمام، اخبار حضرتك ايه؟ كل سنه وعليك طيبه. كل سنه وحضرتك طيب وكل المصريين بخير، والف مبروك لمصر على قناه السويس الجديده، الف الف مليون مبروك.
الله يبارك الصوت ضاع. لا 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 يا ريت نقفل ونفتح تاني، الصوت باظ خالص. ان شاء الله اسمه باذن الله. الحمد لله اهو رجع تاني. طيب انا بس حضرتك يعني انا حضرتك يا فندم اهلا بيك. حضرتك بس لو تحط لنا يعني انت، انا كنت بتكلم على اتصال حضرتك في موضوع في النقطه الخاصه جدا بالاتفاق النووي الايراني ما بين اوباما وما بين ايران الارهابيه. انا مش عارفه، انا شايفاه اتفاق اسود على العالم كله، مش بس على امريكا ومش بس على يعني دول الخليج، لكن اتفاق اسود على العالم كله. ازاي شايفه حضرتك؟ هو طبعا يعني يا ريت نقفل التليفون ونفتحه تاني يا جماعه، مش سامع مش حد. اهلا، نتصل بيه مره تانيه. في الوقت اللي ايران بتعدم 700 ونفس اليوم او في نفس الوقت اللي اوباما رايح يبشر بالشذوذ الجنسي، في نفس الوقت اللي اوباما بيتفق فيه مع ايران، بنلاقي زعيم ايران، زعيم ايران بعد الاتفاق النووي، مش قبله، قبله كانوا بيغنوا الموت لامريكا. طلع الاسبوع اللي فات لما ورد لكم الفيديو، كان جنرال في الجيش اسمه ايه اللي انا عملت الفيديو بتاعه المره اللي فاتت، كان اسمه ايه؟ لا anyway. كان قال اللي قالوا الموت لامريكا هنقول لهم الموت ليكم، الموت لايران، بنردها لهم، احنا مش بنبدا. النهارده ايران تاني بعد الاتفاق النووي ده زعيم الايرانيين بيشجع الاغنيه دي تاني في ايران ويقول الموت لامريكا، الموت لامريكا، الموت لأمريكا. واو واو، اي اتفاق عملته يا غراب مع هذا الشخص؟ اي اتفاق ده؟ اي اتفاق؟ ولسه جون كيري لسه بيقول ان لازم تلتزم، ولو ما التزمتش هناخد الاجراءات القانونيه. لازم ايران تلتزم بالاتفاقات اللي احنا هنتفقها معاها. اتفاقات ايه يا ابني؟ يا نهار يا نهار، ايه ده؟ قالوا الموت لامريكا قبل الاتفاق، وقالوا الموت لامريكا بعد الاتفاق، وانتوا لسه بتقولوا ان الاتفاق واو وتحفه وما حصلش، وان انتوا اللي سعيتوا اليه يا كيري، سعيتوا للاتفاق، وان الاتفاق ملزم، وان البنود لازم تتفق، المتفق عليها لازم تتم، وان ما تمتش هيحصل معرفش ايه، هيحصل ايه؟ اقل شيء ممكن يحصل لما يكون في اتفاق ما بين بلدين الاحترام، تسليم الاسرى. يعني انت عندك اسرى هناك، ما تسلموش، ما عبركش في جزمتهم وادهم لك، ما ادهم لكش زي ما انت رجعت الخمسه الاسرى الارهابيين اللي كانوا في امريكا ووديتهم لهم او وديتهم لاماكنهم بمنتهى السلام، لكن هم ما ادوكش الاسرى بتوعك. وفي نفس الوقت الموت لامريكا قبل والموت لامريكا بعد، اي اتفاق ممكن يحترم بعد كده؟ مفيش اي احترام ممكن يكون ما بين دوله بتدعي عليك عيني عينك ليل نهار في اغانيها في حكاويها، وانت رايح تتفق معاها وتقول ان الاتفاق هيكون بينكم مبرم وهيكون فيه شروط. شروط ايه؟ دوله ارهابيه بتعدم شبابها، دوله سافله بتطاول عليك وانت لسه ايدك في ايديها، ولسه البرفيوم اللي كانوا في ايديكوا لما سلمتوا على بعض لسه ما راحش. فين؟ بنشوف في الصوره 6 باراك اوباما صرف 3 ارباع بليون دولار في الصوره 6، 3 ارباع بليون دولار على تجديد وتجميل المساجد في امريكا في الوقت اللي هو بيشتكي بالفقر، في الوقت اللي هو عمال يقول ان البلد عليها ديون، في الوقت اللي فعلا فيه 8.5 ل 9 بليون دولار مفقودين، في الوقت اللي هم ساهموا ودعموا الارهابيين في كل الاتجاهات، في الوقت اللي البلد اقتصادها واقع للارض. ايه الكلام؟ الصوره 6 بس، الصوره 6 نشوفها الاول. باراك حسين اوباما صرف اهو، شايفين؟ صرف 3 ارباع بليون دولار على التجديد والتجميل، والتجميل على الرغم ان ما كانش الحاجات دي مش قديمه ومش محتاجه تجميل ولا حاجه، لكن انت هنا بتمسح جوخ لمين برضو؟ انت يعني برضو دول الارهابيين اللي في البلاد، دول اللي منهم الناس اللي هربت من بلادنا في يوم من الايام عليهم جرائم واحكام، والنهارده هم بيفخخوا ناس هنا، عشان كده الاتفاق بينهم مش بستغرب له. ولسه الاحداث اللي معانا اكتر، لكن معانا الاستاذ علاء الحلواني مره تانية. اهلا بحضرتك.
اهلا بحضرتك استاذ امام، شرفت حضرتك. اهلا بحضرتك. انا كان بس نفسي تلقي لنا الضوء على الاتفاق النووي الايراني ما بين اوباما وما بين للاسف إيران. الشديد للاسف الشديد يا استاذ امام ان احنا كنا عايزين منطقتنا العربيه ومنطقه الشرق الاوسط تبدا تبقى بعيده عن اللعبه النوويه. احنا شفنا الاضرار اللي حاطت بالمنطقه خلال السنوات السابقه في الحرب العالميه الثانيه وغيره، ويمكن كان في شايفين كوريا وشايفين ايران وشايفين المنطقه على يعني مشتعله، سواء على مستوى النزاعات او سواء على المستوى السياسي، الانتشار الارهابيين في عدد كبير جدا من دول المنطقه، شايفين سوريا الوضع ده ازاي، شايفين ليبيا، شايفين اليمن، شايفين كل هذه الدول، شايفين العراق. المنطقه كان لا ينقصها اجراء مثل هذا الاتفاق. شايفه ازاي يعني انت شايف الاتفاق النووي الايراني ازاي؟ شايفه ازاي بالتحديد شديد؟ شايف الاتفاق ده ازاي؟ هو كارثه بكل المقاييس، مش على المنطقه العربيه الشرق الاوسط بس، انما هو كارثه على العالم اجمع. صحيح. عندما رعت، هو بالظبط انا بشبهه، عندما رعت امريكا الارهاب ومولته من اجل اهداف ان تحقق لها بعض اهدافها في منطقه الشرق الاوسط، انقلب الساحل على الساحل، واول من اكتوت به هي الولايات المتحده في احداث سبتمبر في برج مركز، انفجار برج مركز التجاره العالمي. احنا ده طبعا اصاب قلوبنا كلنا كعرب وعالم ومصريين، اللي مثل هذه الاحداث السيئه والشاذه في اللي بتكون بقى الجماعات الارهابيه، فاوباما بيكرر نفس الحادث او بينتهج السياسه التي بعض السياسات التي تدعو للتعصب والعنف، واجراءه مشاورات مع ايران في هذا الوقت بالتحديد هو وقت او يعني اجراء غير مفهوم لمصلحه من؟ هل هو يدعم الجماعات الارهابيه؟ هل هو يريد الحصول على مكاسب او اجراء تعاون مع ايران؟ لا احد يعلم ما يدور بعقل كلينتون بعقل اوباما، خاصه ان المنطقه تزيد اشتعالا، وفي ظل انحصار دور الجماعات الارهابيه في مصر وزيادتها في العراق وفي منطقه الخليج والشام عموما، كل هذا يؤدي الى انه ان 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 اوباما يريد اقتسام الخليج مع ايران في صفقة مشبوهة وليست العملية النووية فقط. لذلك لابد أن يكون هناك وقفة من المجتمع الأمريكي ككل، لأن الأحداث برج مركز التجارة عندما تم ضربها اكتوى الشعب الأمريكي بنارها، وبعدها استمرت في الدول الشرق الأوسط وخاصة في الدول العربية. لذلك مقاومة الشعب الأمريكي هنا أو لرفض هذا الاتفاق ضرورة واجبة، خاصة أن الضربات الإرهابية أو تؤثر على المجتمعات أو الأفراد العاديين ولا تصيب الحكام. إذا لابد أن يتم أن يقوم الكونجرس أو المجتمع الأمريكي بإعادة النظر عموما في هذا الملف الخطير الذي قد يؤدي إلى كوارث تضر بالمجتمع الدولي ككل. التاريخ لن يرحم أوباما بإجراء هذا الاتفاق المشبوه. أصبحت لدينا إيران وكوريا يشعلان المنطقة في الشرق، بالإضافة لامتلاك الدول الغربية هذه المفاعلات. لذلك لابد أن يكون هناك وقفة من مجلس الأمن أو الأمم المتحدة بوجه عام، لأن يعني الجمعية العامة للأمم المتحدة، لنزع هذا الفتيل أو لتحديد إطار آخر للتعامل عليه في هذه المسائل بالذات، وعدم تمكين الدول التي ينتشر فيها الإرهاب أو طرع الإرهاب وتحاول زعزعة الأمن والاستقرار في المنطقة، امتلاك أو الحصول على فرص أفضل لم تكن تحلم بها من قبل. الشارع الإيراني ولا النظام السياسي في إيران لم يكن يحلم في يوم من الأيام بالحصول على ربع ما جاء بهذا الاتفاق. أوباما قدم هذا الاتفاق على طبق من ذهب إلى إيران لصفقة لا زالت غير معروفة أهدافها أو نتائجها.
طب انا عندي عمرو موسى مثلا اشاد بالصفقه دي، وبعض الناس المفروض انهم سياسيين في مصر قالوا ان ده هيحجم النووي في اسرائيل، طب ايه رايك في الكلام دوت؟ لا طبعا احنا، ما انا بقول لحضرتك احنا عايزين يعني الناس السياسيين اللي في مصر شايفينها كده ازاي؟ شايفين ازاي الرؤيه دي بالشكل ده؟ عايزين نرفض للاسف الشديد، للاسف الشديد. يمكن انا اغفلت في بدايه حديثي موضوع اسرائيل، لان برضو دي كارثه بتدور بينا والعالم كله عارف القصه دي. اذا كانت امريكا تبحث عن مصلحه اسرائيل من اجل توازنات، فهذه كارثه ايضا، لان الشعب المصري يعني حضرتك وكل العالم شاف عندما حاولت امريكا ان تفرض جماعه الاخوان المسلمين المحظوره على الشعب المصري، الشعب المصري رفض وصار عليها وانتظر. انما من يرى ان غير ذلك فهو مخطئ، لان لدينا اسرائيل اصبحت لديها ايضا رغم طبعا اسرائيل بترفض الاتفاق رفض كلي ورفض بات، لكن يعني لا يمكن ان اضع النار جنب البنزين. ايران اسرائيل بالفعل انتهكت كل الاتفاقيات ولم تعترف بمواثيق سواء حقوق انسان او سواء مواثيق دوليه، الا انني لكي افرح انني ساجد من يكافئ او من يساوي او يوازي اسرائيل في المنطقه، هذا ليس فرحا وليس نصرا، هو كارثه. فوجود مفاعل نووي في اسرائيل هو كارثه ليس على المنطقه لا العربيه. لا شوف، هقول لحضرتك حاجه، معلش خليني اقول لك حاجه، ثانيه واحده. يعني انت عندك ده، لو انت عندك اسرائيل، انا ما اعرفش بعد اتفاقيات السلام وبعد كل اللي حصل وبعد كل ده، ان انت طول الوقت تقول هي العدو الاوحد، هي العدو الاوحد، هي العدو الاوحد. هم بيفهموا عربي على فكره، وبيفهمونا كويس جدا جدا، بيتكلموا عربي لبلب قوي. فانت انا صالحتك مثلا وانت مصمم ان انا عدوتك، انا عدوتك، انا عدوتك، ده شيء مش جميل. دي نمره واحد، خلينا نعدي اللي دي، نعدي اللي بعدها. لو عدوك ذكي ومش هيدمرك لان دمارك فيه دماره، فهو لامم نفسه، ده عدوك الذكي. واللي انت رايح تتآمر او تتفق معاه ده مثلا، نفترض انه حبيب ارهابي غبي، انهي اقيم يا عمرو موسى ويا كل اللي بتفهمه اذا كنتوا بتفهموا؟ العدو الذكي اللي عارف انه لو حط نووي او ضرب هيأذي نفسه هو كمان، فلامم ايده عنده لكن ما بيستخدموش، ولا اللي انت مفكره صديق لكن حمار وممكن يبهدل الدنيا كله لانه ارهابي؟ انهي افضل، العدو الذكي ولا الصديق الغبي؟ مهم قوي ان احنا نفهم عشان نفهم الشعب، لان العداء المستشري اللي من غير سبب وبسبب طول الوقت، اسرائيل العدو واسرائيل العدو. طب ما حماس بقت عدو، وبرغم من كده قعدنا بلعينها سنين، رغم انها ايد من ايد اسرائيل العشرة، لكن بالرغم من كده كله ساكت وبيرحب بالحمساويه، وكان الحمساويه دول فوق دماغنا من فوق سنين طويله، وهم اعداء حقيقيين اكتر يمكن من او ايدين لاسرائيل. احنا مش قادرين نميز العدو من الحبيب دلوقتي، لان العدو بتاع امبارح بقى حبيب النهارده، وحبيب امبارح بقى عدو النهارده، الدنيا اتلخبطت. فازاي ان انا عشان اعين النووي في اسرائيل؟ مين قال ان الاتفاق النووي الايراني هيعين النووي اللي في اسرائيل؟ مين قال كده وازاي؟ بالتاكيد يا استاذ، بالتاكيد. يعني انا بس عشان يعني احدد وجهه نظر لحضرتك، ان انا رافض كل ما سواء اسرائيل او اي حد او كوري او غيرهم او حتى الولايات المتحده الامريكيه، اي شخص او اي دوله او اي قوه تعكر السلم والامن الدوليين فهي دوله ارهابيه. سواء اسرائيل، سواء ايران، سواء كوريا او امريكا، حتى كل من يساعد على نشر الذعر والارهاب وتخويف المواطنين الامنين ويروعهم فهو ارهابي. ده معروف، كلمة إرهابي تطلق على الدول وتطلق على الأفراد وتطلق عليه. إسرائيل أنا أضعها في نفس سلة إيران وفي نفس سلة كوريا ونفس سلة كل قوة تحاول أن ترهب العالم. إنما إن أنا أفرح وأهلل بكون أمريكا عقد اتفاق مع إيران لأنه سيجعل أو سيحد أو سيخوف إسرائيل، ده طبعا أنا بعرض معارضة شديدة، خاصة أن 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 إيران بامتلاكها هذا ستكون عدوة وستهدد المنطقة بأسلحة وستنقلب يوما من الأيام على الشعب الأمريكي نتيجة أو على دولة أمريكا. للشعب الأمريكي طبعا شعب نقوله ونقدره ونحبه، إنما السياسات الأمريكية التي تتهجر الحقيقة. أنا لا، بص، إيران يوم ما هتضرب
هتضرب هتلطش في الكل، فالاذيه جايه للعالم كله زي ما قلت، مش لامريكا بس يعني ولا لدول الخليج بس زي ما يعتقد البعض، لكن للعالم كله، ده اذيه كامله للعالم كله. لا تمام تمام، يعني للاسف الشديد استاذ ايمان، يعني عمليه التوازنات السياسيه او البحث عن مصالح، يعني زي ما حضرتك تفضلتي مشكوره وذكرت ده في بدايه مقدمتك ان انا كنت بستمع ليها، ان هي عمليه التوازنات والمصالح وكل هذه القضايا للاسف الشديد جعلتنا في حيره من امرنا، لا نعرف العدل من الصديق، لا نعرف من هو من الصواب ومن الخطا. لذلك لابد من يعني مطالبه او مناشده من كافه المصلحين في جميع الدول العالم، من الامم المتحده، من كافه جمعيات حقوق او مراكز وجمعيات حقوق الانسان والمنظمات الدوليه، ان تحافظ على الشعب الانساني بكامل فئاته وبكامل طوائفه وبكامل اجناسه، لان بناء الانسانيه للاسف الشديد في ظل الصراع النووي الرهيب التي سبق اليه كافه الدول سيدمر الجميع. الصديق قبل العدو، لان شوفنا عندما راينا القنبله التي اسقطت الولايات المتحده على اليابان في هيروشيما وناجازاكي، شفنا اثرها يعني للاسف الشديد امتدت للجميع والى اجيال عديده، مما نتج عنها تشوهات تعاني منها البشريه حتى الان. صحيح. فكيف امكن ايران التي تتغير سياستها وتتغير عقليه الحكام فيها كل دقيقه، وايضا اسرائيل، يعني اسرائيل احنا شفنا نتنياهو، شفنا شمير، شفنا شارون، كلهم يعني نضعهم في سله زباله واحده مع ال 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 القاده الارهابيين في اي نظام. يمكن انا استمعت برضو لحضرتك على كلام شقيق اوباما في كينيا، يعني هو انا يعني بحب بس اعلق تعليق اضافه عليها، ان يعني اوباما للاسف الشديد او موضوع ان هو العنتريه اللي هو قلنا لو ترشح دوره ثالثه هينجح، للاسف هو يعني ايه زي ما بيقولوا العرق العربي او العرق الافريقي اللي هو دول العالم الثالث، يعني زاد عليه شويه، وهو تصرفات الدول العالم الثالث وليس تصرف العقلاء. طبعا احنا ما بنشنش في العالم الثالث لاننا نعتبر منهم، لكن هناك يعني ايه بعض الطبع الغالب هو يمكن اصاب اوباما سواء يعني يمكن بعودته لفرقه بره اخرى. معلش خليني اقول لك، عايزه بس معلش وقفه صغيره لان الحلقه بتجري، ثانيه واحده عايزه بس تعليق منك، لان انت رئيس القسم السياسي بجريده الاخبار السياسيه، واحنا لما كان عندنا ثوره ولما كانت ست البنات بتتعرف الشارع ولما كانوا بيضربوا المتظاهرين الشرطه القاسيه القمعيه المفتريه الملوخيه في الشارع، كانت قناه الجزيره وكل الجرايد بتكتب احنا عندنا وحشيه وعندنا قمع للمتظاهرين، حتى لما نزلوا على الـ على الـ على الكمائن في الجيش ب 15 كمين حته واحده، رد القرضاوي وغيره قال ان الجيش رد بوحشيه وقسوه مش معقوله كده. فيعني احنا عندنا ناس احنا ليه ما كلمناش وتركيا بتولع دلوقتي؟ احنا عندنا صور عايزين نعرضها وحضرتك بتتكلم عن ان تركيا بتولع، دي ست البنات بتاعت تركيا، فين السياق؟ فين الاخبار بتاعت حضرتك وغيرك؟ وفين الجرايد بتاعتنا؟ وفين المنشورات بتاعتنا تورينا الشرطه القمعيه الحقيقيه التركيه اللي بقى لها سنين بتقمع في الشعب، ودي مش اول مره تعملها، ده انا شفت ليها تظاهرات بقى لها سنين، من سنتين ومن ثلاثه ومن سنه ومن تسع شهور، والنهارده الدنيا هايجه وزي ما بيقولوا لابد عن يوم محتوم تترد فيه المظالم، ابيض على كل مظلوم واسود على تركيا وعلى كل ظالم. ونشوف دي المظاهرات التركيه، ما شفناش يعني ان جرايدنا غطت ده بكثافه شديده، لدرجه ان في ناس بتسالني اللي انت بتحطيه ده صحيح ولا لا على الفيسبوك بتاعك، معقوله ده في تركيا حقيقي؟ عايزه اسمع من حضرتك موضوع تركيا، الصور اللي حضرتك شايفها على الشاشه دي تركيا، دي مظاهرات تركيا، دي البنات اللي بيعروها في تركيا، فليه احنا ما بنتكلمش؟ يعني زي ما بنقولوا للاسف الشديد، شفنا مش هنقول بقى الساحل انقلب على الساحل، لا هو نفس ما حدث في مصر يتكرر في تركيا. عندما عانوا الارهابيين وساندوهم على المدنيين العزل وعلى السيدات مصر الفاضلات وعلى كل ابنائنا وبناتنا وعلينا كلنا، هو دلوقتي الامر بيتكرر عندهم ومجد العالم كله هو اللي بيحاكمهم. يمكن هم ما كانوش ظاهرين
مظهرين في الصوره عندما كانوا بيساندوا الجماعات الارهابيه في هذا الوقت. لكن للاسف الشديد او من حسن الطالع ومن حسن الحظ انهم اقتووا بنفس النار ووجدوا نفس ما كانت تعانيه مصر في هذه القصه. ويمكن ديت النهايه القريبه. انما بشان ما تتحدثين عنه بشان اغفال الصحف المصريه هذا الجانب، لا بالعكس، يعني يمكن بس حضرتك عشان الولايات المتحده رغم سهوله طبعا الشعب المصري يعني يتابع جيد، مش الاعلام بس، الشعب المصري يتابع جيدا كل ما يحدث في تركيا، لانه يرى ان بينه وبين تركيا واردوغان بالتحديد مش بين الشعب التركي عداء وفار بايت زي ما بيقولوا. واعتقد ان نهايه النظام الموجود في تركيا قد اقتربت، خاصه بعد الخروج الشعب عليه. يمكن ده بيفكرنا بثورتنا العظيمه اللي حدثت 30 يونيو عندما التف الشعب حول قائده ورفض ان يتم تقسيمه او تفتيته او يعني للاسف الشديد. يمكن حضرتك استاذ امان شفتي ان كان ان كنا بنهاجم قطع من اراضينا سواء في الجنوب في السودان او سواء ابو شلاتين من هنا او سد النهضه من هناك يعني وسيناء من هنا وكل حته عمالين بنقطع فيها. ما هي مش بتاع حد. للاسف كانت هدايا كانها طرطايه بنقسم بنهاجم منها الحبايب. يعني دي مش ارض وعرض ودوله. يعني الجماعه اللي كانت بتؤمن بمثل هذه الخرافات للاسف الشديد يعني ان شاء الله ستجد عقابها قريبا جدا. اشكرك استاذي الغالي علاء الحلواني، اشكر حضرتك رئيس القسم السياسي بجريده الاخبار المسائيه. عندي سريعا كده مش هكمل النهارده، الموضوعات جريت مني. انا كان عندي موضوع مهم جدا لكنيسه بتنهار في المنيا او في قنا، في قنا هنرجع هنروح لها بعد شويه صغيرين لما يكون معانا المكالمة بتاعتها، ولحد ما ده يكون هنشوف تركيا في كده في الصوره يمكن اربعه تركيا بيقول كده، او الجرايد عندنا الحمد لله بدات تكتب في الموضوع، بتقول اردوغان في زمن الارتباك. اردوغان النهارده الدنيا مفتوحه عليه، المظاهرات اللي انتوا شفتوها من شويه دي كانت مظاهرات ناس سلميين رايحين زي ما شفتوهم بالشورت والقط وعيال زي القمر، هم زي ما انتوا شايفينهم عيال التراكوى، يعني مش كلهم وحشين ولا زي ما مصر كلهم برضو مش اخوان، كمان التراكوى مش كلهم اخوان ولا كلهم ناس يعني الواحد يفرح لما تحصل لهم حاجه وحشه، لا ابدا، دي بني ادمين زينا، وزي ما قلنا في كل مكان فيه الحلو والوحش، واذا كانت من البطن الواحده بيخرج الصالح والطالح والمر والحلو والطيب والشرير، فما بالك من بين البلد الواحده يعني ومن الدين الواحد ومن القبيله الواحده. لا لا لا، ما اقدرش اعمم واقول كل التراكوى احسن ان حصل لهم كده وافرح فيهم، لكن انا افرح في واحد زي اردوغان واقول له وجالك يوم ما تلقاش في الليالي نجوم ولابد عن يوم محتوم تترد فيه المظالم، ابيض على مصر وعلى كل مظلوم واسود عليك يا اردوغان انت واوباما وكل ظالم. فده حقي وده حق اي واحد انه لازم يقول كده، ولازم نفهم ان الشعب التركي شعب بني ادمين زي الفلسطينيين اللي في منهم طيبين ومنتهك حريتهم ما بين راحه الصهاينه والحماس، والمصريين اللي طلع عينيهم سنين وسنين وكان شكلهم كانهم ارهابيين وكانهم بيضطهدوا الاقليات، لكن هم كان فيهم عناصر شاذه جدا زي الاخوان والسلفيين، وانا مصممه والسلفيين واهم من الاخوان كمان السلفيين اللي لسه الدوله مستبقيه عليهم ومتخيله انهم هيكونوا مشاركين في القرار، مش ممكن يكونوا ومش ممكن يعملوا، مش ممكن الايد اللي بتهد تبني، ومش ممكن اللي بيكرهك يفيدك ابدا، السلفيين زيهم زي الاخوان بالظبط، ونادر بكار مكار وزي ما قلنا قبل كده اسمه ايه المهم، لكن الشيخ برهامي انا دايما بقول فيه نقطه مضيئه، ولكن هو برضه في الاخر سلفي وبرضه بيتبع الفكر السلفي الداعشي، كلهم داعشيين بس مستنيين اللي يوظفهم واللي يشغلهم واللي يقبضهم واللي يوجههم واللي يرسم لهم الخطه مش اكتر. ف خلينا نشوف الرقم 7 فلوريدا، اوريكم ان الارهاب ملوش مكان
وان الارهاب في اي مكان يتبع هؤلاء، يتبع هؤلاء شخص ارهابي حامل متفجرات شديده الانفجار خاصه جدا جدا في شواطئ فلوريدا، رايح على شط مليان بالناس طبعا لابسين مايوهات كفار اشرار لازم يخلص البشريه منهم لان هو وكيل الله على الارض. فالارهابي ده كان حامل متفجرات لتفجير شاطئ مليء بالناس في فلوريدا، وتم القبض عليه واتضح انه كان قد اسلم حديثا، طبعا اسلم على فكر الداعشي زي ما قلت لكم. الجوامع اللي بيجملها ويجددها اوباما بثلاث ارباع بليون دولار هي بتاعت الداعشه اللي هنا اللي في امريكا، اللي هو اللي ليهم مراكز تدريب ارهابيه اكتر من 40 او 400 مش فاكره برضو، كنت جبتها في حلقه، مراكز تدريب ارهاب في امريكا في قواعد كتير جدا من اماكن وليها ترخيص وناس بتتدرب فيها على الارهاب جوه اراضي الامريكيه. فهذا الشخص يستسلم حديثا وتابع لفكر الداعشي الارهابي التكفيري الانفجاري في الناس الكفار اللي لابسين مايوهات على الشط، فكان رايح يموتهم. الغريبه والاغرب منها المحامي بتاعه برضو، اكيد برضو هو مسلم بس برضو داعشي زيه، فبيحامي عنه وبيقول ان الشخص ده هو مضطرب نفسيا، ده راجل عنده اضطراب نفسي، ده راجل مش سوي، ده مش تمام. ونشوف العذر الأقبح من ذنبه بعد ما قال انه مضطرب نفسيا، قال افكار تانية تاكد ان الاثنين داعشيين والاثنين المفروض يتحاكموا قبليهم طبعا رئيسهم اوباما اللي هو رئيس القرف كله في كل العالم. فنشوف بيقول كمان الشخص ده مضطرب نفسيا وبيدافع عنه، جه من عيلة بتكافح بشرف وبتعمل بجد بجد بكد ونشاط احسنت تربيته، عشان كده طلع معاق نفسيا او تعبان عقليا او تعبان نفسيا، احسنت تربيته. احسنت تربيه اولادها على حب امريكا. ايه؟ امال لو ما بيحبهاش كان عمل ايه؟ وان هذا المتهم يقول ان تركيا التي تعيش فيها حاليا، سوري، ان المتهم ده بيقول ان امريكا اللي هو اللي احنا بنعيش فيها دلوقتي دي مش لازم تكون كده، هو عنده فكر، يبقى ازاي بتقول عليه مضطرب نفسيا وانت بتأيد الفكر بتاعه، بتدافع عن الفكر بتاعه، بتقول ان هو بيقول انه متربي او ان انت بتقول ان هو متربي في اسره احسنت تربيته هو واخواته، وبعدين الراجل ده بيحب البلد دي، وهو بيشوف ان امريكا دي مش لازم تكون كده، لكن لازم تتقسم اتنين، نص يتحط عليها العلم الاسود، شوفوا العلم الاسود دي معناه ان هم داعشه، عايز البيت الابيض يتحط عليه العلم الاسود، هو ده الطلب بتاع هذا الشخص اللي راح يفجر الناس في شاطئ فلوريدا. فبيقول كده ان هذا المتهم يقول ان امريكا التي نعيش فيها حاليا هي من التاريخ القديم، دي كده ايه قديمه ولازم نجددها بقى، وسندمرها. يا صلاه النبي، ايه الجمال ده؟ ده جامده قوي الحته دي. واننا سنقسمها، عادي جدا، ما هو اللي يقسم بلاد غيره هيقسم بلاده عادي، الى جزئين. الجزء الاول سنضع علمنا الاسود فيها فوق البيت الابيض، وان اي رئيس امريكي سنقطع راسه. يا رب يا اوباما يطولك من الحب جانب قبل ما تمشي. واضاف محاميه ان هذا المتهم ليس متطرفا او ارهابيا، بعد كل اللي اتقال ده وبعد كل الاعتراف ده، مش ارهابي ومش متطرف، ده طيب جدا، عايز يقطع راس رئيس امريكا اللي مش هيعترف بالعلم الاسود فوق البيت الابيض كده، ومش ارهابي ومش متطرف، ده محامي جميل جدا. وبيحامي في مين؟ انا عايزه اشوف القاضي اللي واقف قدامه المحامي ده واشوف الرياكشن بتاعه ازاي استقبل الكلام الجميل ده. وبيقول كده، واضاف محامي ان هذا المتهم ليس متطرفا او ارهابيا ولكنه يعاني من اضطرابات نفسيه وعقليه. والتحقيقات الاف بي اي طبعا اكتشفت انه على الفيسبوك بيدعم الداعشه وبيمتدح تنظيمهم وبيؤيدهم، وان اهم نقطه في الموضوع هو انه بيحمل اسلحه دمار شامل، ما كانش بيحمل، مش عامل بومبتين ورايح، مش عامل، مش مصنع قنبله بدائيه الصنع ورايح، ده بيحمل اسلحه دمار شامل. مين اللي عطاله اسلحه الدمار الشامل على ارض فلوريدا؟ مين اللي وجهه؟ مين اللي وراه؟ المختل عقليا جاب اسلحه الدمار الشامل منين يا جماعه؟ منين؟ ودي مش متفجرات، المخابرات طبعا ما افصحتش، ما اتكلمتش، لسه الامر طايق كتمان، لسه الامر طايق كتمان، ولكن ان كان طايق الكتمان، ان كان مش عايزين يفصحوا عنه في الاف بي اي، لكن الموضوع جدا خطير، فعلا خطير. امريكا بتغرق كل يوم في بير من الطين، كل يوم عندنا غرق للبلد دي بسبب رئيس ها
نشوف الصورة 8. معانا محامي الشرف جو أربيو. جو أربيو ده الشرف أمريكا، و هو دايما كان ضد الهجرة الغير شرعية، دايما الراجل ده حر حرية غريبة جدا، لدرجة انه يعني يتهدد بالقتل، ولدرجة انه هو يعني اتعرض للمحاكمة وقالوا له انت لازم نقعدك في جلسات تتعلم فيها الحب، لازم تعلم واوباما كان مشرف على الموضوع، لازم تتعلم تحب الغرب، والناس اللي جايين بهجرة غير شرعية دول ناس طيبين، لازم نعلمك تحبهم، احنا هنقعدك في جلسات نعلمك فيها الحب. ايه ده؟ الراجل ده بيتكلم حق، بيتكلم قانون، بيتكلم واحد زائد واحد يساوي اتنين، بيقول الهجرة الغير شرعية دول ناس مفروض ما تخش الجيش، دي ناس مفروض ما تاخدش اوراق، دي ناس مفروض ما تاخدش من اكل وشرب البلد بالطريقة دي، دي ناس مفروض ما تخشش من كل الحتت دي، كنت بخرجهم من هنا بيخشوا لي من هنا، احطهم في السجون وبعد السجون اخرجهم من على الحدود الاقيهم يدخلوا لي تاني مرة واتنين وتلاتة، انا بحارب في ايه؟ انا بتحارب من رئيس امريكا نفسه، هو قال كده في يوم من الايام، والكلام ده من اكتر من سنة، النهاردة لسه جو أربيو ماسك نفسه لسه بيحارب، لسه زيه كتير بيحاربوا، مش بس هو. ألان ويست اللي كنت بفتكر لكم اسمه لما قلت لكم، ألان ويست قال إيران قالت الموت لأمريكا، أنا بقول الموت لإيران، وبقول للرئيس اللي راح قعد مع أكبر دولة إرهابية أنت إرهابي، وإن أنت خروف يسكن البيت الأبيض. ده كان جو أربيو النهارده، ألان ده كان سوري ده ألان ويست النهارده. جو أربيو شرف أمريكا، وبيتقال عنه شرف أمريكا لأن كأنه الراجل القاضي أو الحاجة الكبيرة قوي في أمريكا اللي إحنا أو اللي بيحبوه بيفتخروا بيه، لانه قادر يقف ضد التيار، وقادر يقاوم رئيس امريكا نفسه، وقادر يقاوم كل اللي كانوا ضده، واللي لسه ما زال النهارده واقف وبيقاوم، وبيقول كده ان اعطاء بيقول كده ان الاداره الامريكيه لازم توقف القرار التنفيذي الخاص بالسماح باعطاء المواطنه لخمسة مليون مهاجر غير شرعي. عايزين يدوا المواطنه لخمسة مليون واحد غير شرعي، ولازم لازم القرار ده يتوقف تنفيذه. واجتمعت على راي جو أربيو 26 ولاية ترفض اعطاء اي اوراق للحصول على الجنسية للغير شرعيين، ويطالب ايضا بجلسة استماع علنية للإدارة الأمريكية مع هيئة المحكمة. ربنا يسند الناس اللي زي كده، لان هم دولة الامل الوحيد لامريكا دلوقتي، الامل اللي فاضل، ولما 26 ولايه تسندوا ده حاجه جميله جدا، انا فرحانه يعني، دي مش كله اسود يعني، زي ما قلنا في يوم من الايام لما ربنا نزل نار على سدوم وعمورة كان بيطلب خمسة فيها عشان ما ينزلش عليها النار، كان نفسه ما يحرقهاش، كان مش عايز يحرقها، ربنا مش عايز يهلك الناس، ربنا مش ان اراد اهلاك قوم امر يعني مترفيها يفسدوا فيها، لكن هو بيقول كده ان هو بقى عايز يخلص على كل حال قوم، الله يريد ان الجميع يخلصون الى معرفه الحق يقبلون، ارادته خير، ارادته سلام، ارادته حق، ارادته فرح، ارادته خلاص، مش ارادته اهلاك، فربنا مش ناوي يهلك امريكا او نفسه يهلكها، عشان كده بيهاوب الناس دي عماله تهيك كده، لكن اله هذا الدهر، الدهر ده ليه اله اسمه الشيطان، هو اللي بيستعلن في الناس دي، اللي بيستعلن في اوباما، اوباما ايد ابن الشيطان، ابن الشيطان الكبير، حاجه كده يعني، الناس اللي حواليه هم برضه اعوانه، فاله هذا الدهر بيقيم رؤساء ليه في العالم، بيدمر بيهم العالم عشان نفسه ربنا ينزل ويلاته ويحرق العالم، لكن الله لسه متأني علينا كلنا. كلنا بيدينا لسه فرص جديده كل صباح، لان مراحم الرب جديده كل صباح. علشان كده نلاقي الشيطان بيعلن عن نفسه، وزي ما قلنا جبار، متكبر، غبي في نفس الوقت، واتباعه اغبياء، لانهم بيتخيلوا ان حته صنم ممكن يكون الههم، ممكن حته صنم يديهم ويرضيهم ويفديهم، ويعني معرفش بيعبدوه ليه يعني، انا بس هنا عارفين هم مش بيعبدوا الصنم ده، لكن هم بيعبدوا الشيطان اللي ساكن في الصنم ده، وكانهم بيدوا الولاء ليه، فبيسهل لهم الدنيا، ما هي دنيته، ما هي ارضه، ما هو ده هواه، ودي مملكته. عشان كده دايما اتباع الشيطان هتلاقيهم مرتاحين شويه اكتر من اتباع الله، لكن صدقوني ابدا يعني، كتير سمعت وكتير شفت، ويمكن لغايه امبارح بسمع وبشوف الناس اللي بتقدم على عمل الاعمال وبتروح للشيطان بايديها عشان يقيدها، او عشان معلش ما بيروحوش يقيدوه يعني، ما بيروحوش يقولوا له قيدنا، هم بيروحوا يقولوا فكنا من الاعمال اللي علينا، ادينا، عايزين خلف، عايزين جواز، عايزين فلوس، عايزين شغل،
فبيديهم وقتيا عشان يوريهم ان هو قوي وان هو بيقدر، بس بعد كده بيديهم حزن ما بيعرفوش يعينوا من على قلوبهم، بيديهم حياه تعيسه جدا، بيومتهم ان امكن، لان الشيطان يقدر يقتل الناس اللي مش تبع ربنا او اللي مش محطوط عليهم الحمايه الكامله لله. فعشان كده بنلاقي الناس بتموت في الحروب، بتموت في المظاهرات. الموت اللي شغال في الناس اللي حوالينا دولت، وممكن يكونوا ناس ما لهمش يا في الطره ولا في الطحين، ناس غلابه زي اللي طلعوا في المظاهرات في تركيا، دول ما كانوش طالعين يعملوا اي حاجه، طالعين يحطوا ورد على الشهداء اللي ماتوا في المظاهرات السلميه برضو بتاعت السنه اللي فاتت واللي من 9 شهور واللي من سنتين. فكانت النتيجه ان الشرطه تقمعهم وتضربهم وتسحلهم وتعريهم بالشكل اللي انتوا شفتوه ده. فبرضو اردوغان ابن للشيطان. وعايزه اوريكم بس صوره الشيطان اللي في ديترويت ميشيغان، وطبعا بعض المسيحيين واقفين ضد الموضوع، والمصيبة اني اسمع 50 واحد مسيحي بس اللي وقفوا يصلوا ويطلبوا مراحم ربنا عشان يعين المصيبة والعار اللي بيلحق بولاية ميشيغان، وبالاخص في منطقة ديترويت. وادي تمثال الشيطان اللي المحاريس رايحين يحطوه، طوله 9 اقدام، كبير جدا جدا. وكان المكان ده فيه لوحين للوصايا العشر، قالوا انها بتجرح مشاعرهم وانها محطوطه في طريق عام وفي مكان عام، واستغلال مكان عام في نشر شعائر دينيه ما يصحش وما يرضيش حد، وعملوا عليه قضيه، وعملوا عانوا اللوحين الشريعه او لوحين الوصايا العشر اللي المفروض في يوم من الايام كتبت باصبع الله وان الكل بيؤمن بيها القاسي والداني، لكن هم ملكوا ابليس لدرجه كاره يشوف لوحين مكتوب عليهم كلام الله. عانوا اللحين، والنهارده حطوا في نفس المكان الشيطان بتاعهم، وعلشان ياخدوا شرعيه وعشان ما حدش يفتح بقه بيقولوا اوكي احنا ممكن نحطه جنب الشيطان، هاتوا اللحين الشريعه تاني مش مشكله حطوهم، لا شكرا ما احناش عايزينهم، مش عايزينهم اذا كان هيتحط جنب ده. لا، في يوم من الايام ولسه لحد اللحظه دي مرفوع قضيه على صليب مرفوع على جبل في امريكا هنا، قالوا انه بيأذي مشاعر غير المسيحيين، وقادت الدنيا عليه نار، ولسه لحد النهارده قضايا علشان يعينوا صليب مرفوع على جبل. النهارده مش شايفين اي حد هايج ضد الشيطان اللي بيتزرع وبيتحط عشان الناس تسجد له. ليه؟ مش عارفه ليه الصليب حرق الدنيا كلها، لكن الشيطان الرسمي ده ما حرقش اي حد، يعني ما زعلش اي حد، يعني ما حدش يثار ولا انفعل غير حته 50 مسيحي غلابه وقفوا يصوتوا ويعيطوا لالههم. ايه الحكايه يا جماعه؟ في ايه؟ معقوله الناس بقت كده؟ يعني احنا وصلنا للحد ده؟ الراهب قراصي المحرقي وقف يصرخ ويصلي بعد قانون الشذوذ الجنسي اللي شرعه ابن ابليس اوباما. قال كده، وقف وقال بعد ان اباحت امريكا زواج المثليين، الراهب قراصي المحرقي قال كده بعد ان اباحت، سوري، الراهب قراصي المحرقي ناشرها للواعظ الشهير بيلي جرهام، بيقول كده بعد أن أزاحت أمريكا زواج المثليين الذي يعد عارا على المسيحية ضد تعليم الكتاب المقدس، قام الواعظ الشهير بيلي جرهام البالغ من العمر 95 سنة. مش عارفة احنا هنفوق امتى، يعني الشباب اللي واعد فين الناس، فين الثلاثينات والاربعينات والخمسينات؟ 95 سنة قام يصرخ عن الشعب كله، يا ريت نفوق شوية. قال هقدم صلاة توبة عن أمريكا كلها وعن النايمين فيها. قال أيها الأب السماوي، نأتي أمامك اليوم نسأل غفرانك سعيا إلى توجيهك وإرشادك، ونحن نعلم أنك ستقول كلمتك، ويل للقائلين للشر خيرا وللخير شرا، ولكن هذا هو بالضبط ما قمنا به، لقد قمنا بالتوازن الروحي وعكسنا قيمنا، لقد قمنا باستغلال الفقراء وأطلقنا عليه اليانصيب أو البخت أو اللوتري، لقد كافأنا الكسل وأطلقنا عليه مساعدة، كل واحد يقعد في البيت نديله عشان ما بيشتغلش، فطبعا ما بيشتغلوش وبيشتغلوا من تحت الترابيزة عشان يعني، لقد قتلنا أطفالنا التي لم تولد بعد اللي هو الإجهاض، وأطلقنا عليه اختيارنا، كل واحد حر في اختياره، لقد أهملنا تأديب أطفالنا وأطلقنا عليه بناء احترام الذات، لقد كنا مطمعا، لقد أسأنا استخدام السلطة وأطلقنا عليها حرية السياسة، لقد كنا مطمعا ممتلكاتنا، لقد كان مطمعنا ممتلكات جيراننا وأطلقنا عليه الطموح، لقد لوثنا الهواء بالألفاظ النابية والمواد الإباحية وأطلقنا عليه حرية التعبير،
لقد سخرنا من القيم العريقة لأجدادنا وأطلقنا عليها التنوير. اختبرنا يا الله واعرف قلوبنا اليوم وطهرنا من كل خطية وحررنا أمين. الراجل بيقول على كل الخطايا اللي أو الأساسيات اللي النهاردة ورثتنا المصايب السوداء والعار التقيل ده كله، وده كان بيلي جرهام. طيب، وبما أننا مش عارفين نتصل بالكنيسة اللي فيها التصدع الشديد دوت، هنبص بسرعة لو كان معانا الأستاذ جرجس. لا، ما كانش ازعاج، بس مش هارسمنت، بس لا هم بعد كده اعتقلوه. احب اوريكم واقول لكم بس الكلمات اللي هو قالها، انا اكتبتها على السريع كده. بيقول من اصعب الاعوام اللي مرت على تركيا، فيها تظاهرات وتراشق ومعارك شهر بعد شهر واسبوع بعد اسبوع في اسطنبول ومدن اخرى، نتج عنها عدد من الوفيات على مدار السنه كلها. بيقول بس دلوقتي بتزيد قوي، وبتزيد كل شهر اكتر من اللي قبله، كل اسبوع اكتر من اللي قبله، بالرغم من ان المفروض انها انتخابات ديمقراطيه قد تمت قريبا، الا ان نسبه كبيره غير راضيه عن سياسه الحكومه المنتخبه. وانتظروا معي الى وجود، بيقول لهم انظروا معي، بيقول الكاميرا انظروا معي شوفوا وجود المكثف للشرطه اللي بتمنع وبتقمع المتظاهرين السلميين اللي جايين بالورد على الميادين يحطوها على ارواح من ماتوا قبليهم او قبل كده في المكان دوت. فبيقول انا خدت اصل وحش قوي. ففي الوجود الكثيف، بيقول في وجود كثيف للشرطه، وبالرغم من ان المتظاهرين ليسوا عدوانيين واقل عددا، فيجيب المراسل ان المتظاهرين اتوا رافعين اعلام. بيقول كمان ان هم جايين رافعين اعلام ويغنون، ولكن البوليس يستعمل معهم القوه المفرطه، مما ادى الى انهم بيضربوهم بالزجاجات الفارغه وبيحدفوهم بالطوب. الشعب بيعمل ده مع الشرطه لانها بتقمعهم بشده شديده جدا. وهو بيتكلم بالشكل دوت، قام داخل عليه طبعا زي ما انتم شفتوا جهاز المخابرات، لان المخابرات مش لابس لبس الشرطه، وبدا يقول له الباسبورت بتاعك طلع، وبرغم ان هو ابرزه ووراه للكاميرا علشان بس ما يبقاش في حد ليه حجه ولا يقول انه ما كانش معاه، الا انهم برضو تم اعتقال هذا المراسل اللي هو مراسل السي ان ان. واو، شكرا لحريه الراي والتعبير والصحافة والإعلام يا أردوغان، والدنيا ساية، واللي يعرف الدنيا ويقرأ تاريخ لا يزعل على فقر ولا يزعل على مرض ولا يزعل على صحة ولا يزعل على جاه، لأن اللي عنده جاه النهاردة ما عندهوش بكرة، واللي عنده صحة النهاردة ما عندهوش بكرة، واللي عنده فقر النهاردة بكرة يبقى غني، والعكس صحيح. فالدنيا عاملة زي الساقية عمالة بتدور ومش بتبطل لف الدنيا ولا هتبطل لف. ده اللي يبص لحال الدنيا يضرب كف بكف، هي دي الدنيا يا أردوغان. انا حابه اختم معاكم بالبنت ملكه جمال داعش، اوريكم ان الناس دي فعلا الشيطان اثر على عقليتها بشكل لا يمكن الجدال فيه. ملكه جمال داعش، او زي ما سموها كده ملكه جمال داعش، دي بنتين شايفين، واحده بنقاب اللي هي الصوره السوداء اللي مش باين لها اي معالم، دي هي البنت اللي فرده شعرها اللي هي لابسه اصفر شويه، دي اللي جنب بعض دولت، دي سره والشخصيه واحده، والثانيه شخصيه الثانيه، يعني دي غير دي، دول بنتين. المهم اللي اطلقوا عليها ملكه جمال داعش اللي هي الصوره اللي هي جنب المنقاب دي على طول، اللي هي المنقاب واللي جنبها، بتقول ذكرت تقارير صحفيه امريكيه ان المراهقه النمساويه التي عرفت من وقت سابق بملكه جمال داعش، بملكه جمال مقاتلات داعش، يعني هي بتقوم بالقتال هي كمان، اسمها سامرا كيزينوفيتش 16 عام، والتي غادرت للقتال في صفوف تنظيم داعش، تواصلت مع عائلتها في فيينا اخيرا قائله انها لم تعد تتحمل العنف والاغتصاب. اسمعوا معايا كل كلمه عشان تعرفوا الناس دي مش طبيعيين قد ايه. بتقول انا ما بقتش قادره استحمل العنف والاغتصاب الذي تشهده سامرا كل يوم. وذكرت في الرساله التي ارسلتها جزء من حياتها الجديده، وتريد وبتقول تتمنى العوده لمنزلها او اهلها تاني، الا انها تتعرض لابشع انواع التعذيب والاغتصاب، وان كل المقاتلين، وحطوا تحت كل 20 خط، كل المقاتلين قد ضاجعوها. البنت ام 16 سنه النمساويه، كل المقاتلين ضاجعوها دون رحمه او شفقه، وكشفت في الرساله انهم مارسوا معها الجنس حتى في اثناء دورتها الشهريه. ويذكر ان سامرا سافرت لسوريا مع صديقتها سابينا
15 سنة، سابين عندها 15 سنة في نيسان بعد أن تأثرت بالأفكار المتطرفة للشباب الشيشاني في فيينا. وكانت سمرة وسابينة قد بعثتا رسالة سابقة لعائلتيهما، كتبتا فيهما قبل الرسالة اللي هي بتقول فيها دي ان هي مفيش مقاتل ما ضجعهاش، وان هي بتتعرض لكل انواع الممارسات الجنسية والانتهاكات حتى في اثناء دورتها الشهرية و كل ده، كل العذاب اللي هي فيه ده هي النهاردة بتعترف بيه. قبل كده كانت بعتة لأسرتها بتقول لهم لقد غادرنا الشرق، غادرنا للشرق الأوسط للقتال من أجل الإسلام، وكانتا مستعدتين وكنا مستعدتين للموت كجهاديتين. وأضافت لا فائدة من البحث، يعني ما تدوروش علينا، ده كان كلامه في الأول، ما تدوروش علينا، نراكم في الجنة، سنخدم الله ونموت في سبيله. هو ده كان اللي هم رايحين فيه، يحاربوا عشان الإسلام، هيموتوا في سبيل الله، وإن شاء الله يا بابا يا أهلنا احنا ما تشوفوا ما تدوروش علينا، احنا هنموت وهنتقابل في الجنة. النهارده شوف الرسالة اللي هي بعتها وبتقول إيه؟ بتقول ان مفيش حد ما عملش معاها كذا وكذا وكذا وكذا. طب انت قاعده ليه؟ طب ازاي بتقاتلي بعد كل ده؟ ازاي قادره تعيشي ولسه في ناس بتفخخ او لسه في ناس بتكتذب تاني بالفكر دوت عن طريق الفيسبوك والانترنت، ولسه في ناس بتدعو الى ده؟ هي وقتنا خلص، لكن برضو اخبارنا ما خلصتش. وكان معانا النهارده موضوع الكنيسه في قنا. الكنيسه دي اسمها كنيسه مرجرجس في قريه ابو طشت، هي مشقوقة اتنين الحقيقة، وفيها تهديد شديد جدا انها تقع على 7000، يعني بتخدم قرية فيها 7000 مسيحي. فكان الكاهن للكنيسة بيصرخ ونفسه حد يرمم له الكنيسة، فكان ده معدى ان احنا نشوف الامر دوت، لكن ما توفقناش في التليفونات. انا بشكركم وبتمنى لكم اسبوع طيب ان شاء الله، ونتقابل في نفس الميعاد يوم الجمعة الساعة 10 بالليل بتوقيت القاهرة، 1 الظهر بتوقيت كاليفورنيا. وسلام.